بس الحكي يا ابو نبي ليش هيك عملت؟ ما كان لازم تشق الاستماره؟ وليش بقى؟ هلا انت من كل عقلك مصدق انه تشغيل العاطلين عن العمل رح يصير بالدور؟ لكن بشو؟ بالزور؟ لا سيدي مو بالزور بس بالواسطه. يعني اللي بقصده بكره كل واحد معه واسطه بيتوظف اول شيء. اصبح حل عنا يا ما في شيء بينبكى عليه، لانه انا لا لي لا واسطه ولا بطيخ مبسمين. لك انا زلمه مستور بمشي الحيط الحيط ومن الله ستر. شلون مالك واسطه؟ الك واسطه ومهمه كمان. هلا جاي تقري علي ابو شاب، اتركني بهمي الله يرضى عليك. صدقني يا ابو نبيل عم بحكي جد. ها ومين واسطتي دخلك؟ انا. انت يا حبيبي شو يعني عينوك وزير وانا مالي دريان؟ هلا لا تتمسخر يا ابو نبيل، الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. انت جربني شوف شلون بتتوظف بيومين. لك اخي حاكيني من الاخر، الله يرضى عليك انا مالي قدره على الاخذ والعطاء. حاضر سيدي رح حاكيك من الاخر. انا من اسبوع زمان كنت عم ركب واجهات الومنيو بفيلا الاستاذ مروان المعكر، عرفته مو هيك؟ لا والله ما عرفته. مين بيكون بسلامه قدره يا سيدي؟ هذا مسؤول كبير بالبلد، يعني شغلته فوقانيه كتير وكلمته مسموعه وين ما كان. ايه المهم هذا الزلمه كان مبسوط كتير من شغلي ومن معلميتي، لانه شبابيك الالومنيو اللي ركبت له اياهم ببيت. هلا اتركني من شبابيك الالومنيو محاكيني بالمفيد. على عيني على عيني. الخلاصه الزلمه اعطاني كرتو اللي مسجل عليه كل ارقامه وقال لي شو بيلزمك انا جاهز، بس انت تعال عندي على المكتب وذكرني بحالك وما بيصير الا اللي بدك اياه. شو الحكي؟ يعني انت بتمون عليه؟ لك طبعا بمون عليه، لكن شو عم بحكي من الصباح؟ لكن ايدي بزنارك ابو شهاب، حكي بالتليفون واشرح له وضعي، بركي يعني بيدبرني هيك بشي وظيفه. لا لا على التليفون ما بيمشي الحال. بسيك لك خذ هذا الكرت ونطلع عنده على المكتب وقل له انك من طرفي وشوف شلون بيوصفك. بسيك. يا سلام عليك، ربي يجير دياتك يا ابو شهاب، يعني إذا زبطت هالشغلة بتكون خدمتني خدمة العمر. ولو يا أبو نبي، هذا واجبنا، بس لا تنساها، ذكره باسمي وقل له أبو شهاب، أبو شهاب اللي ركب لك واجهات الألمنيوم. ولا يهمك هيك رح قل له، أنت رجاء أن تكتب لي عنوان شغله هون على قفا الكرت وأنا بتصرف. طيب ماشي ماشي. حاضر. طيب ان شاء الله مع السلامه. وين 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 يا اخ؟ وين؟ لعند الاستاذ مروان. انا استاذ مروان؟ عنا اربع بهالاسم. الاستاذ مروان المعكر. اه قصدك الاستاذ مروان العكر المدير العام. ايوه هو بذاته. حضرتك من ضيعته؟ ليش من انو ضيعه هو؟ لك حبيبي انا اللي بسال هون مو انت. لا انا مو من ضيعته. طيب في معرفه بينك وبينه؟ لا ما في معرفه، بس انا جاي من طرف شخص بيعرفه. خوش بوش كتير هو وياه. يعني في موعد؟ لا والله هو ما في موعد، بس الشخص اللي بعتني لعنده قال لي انت بس قل له انك من طرف فلان وبالعلامة اعطاني الكرت تبعه. تفضل شوف. مين اللي بعتك لعنده؟ ابو شهاب صديقه الاستاذ. قصدي يعني شو بيشتغل؟ نجار الومنيوم. نجار الومنيوم؟ لك منين لوين ليعرفه الاستاذ؟ ابو شهاب هو اللي ركب له واجهاته للاستاذ، واجهات الالمنيوم قصدي. انت ارفع هالسماعه وقول له في شخص من طرف ابو شهاب وشوف شلون. ماشي الحال، واقف عندك شوي. قال له مرحبا استاذ. استاذ في عندي شخص بده يقابل الاستاذ مروان. نعم. عم بيقول من طرف ابو شهاب. لا 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 هذا ابو شهاب ثاني. هذا نجار الالمنيوم اللي اشتغل عند الاستاذ بالفيلا. طيب. ايوه حاضر حاضر استاذ، مع السلامه. شو قال لك؟ الاستاذ مو فاضي، روح ورجع بعد يومين ثلاثه. إيه بس انت عدم المؤاخذه ما حكيت مع الاستاذ مروان، حكيت مع واحد ثاني. يا حبيبي انا هي صلاحياتي، ما بقدر بحكي الا مع مدير مكتبه وبس. إيه بس مدير مكتبه ما بيعرف ابو شهاب. لا اله الا الله، خذ حبيبي روح ورجع بعد يومين ثلاثه. قلنا لك بسيطة، شو علي؟ بس صدقني أنا رح أقول هالحكي لأبو شهاب وزنبك على جنبك. لك روح قول له اللي بدك إياه، خليني بقى خلصني. رح قول له، رح قول له. لا إله إلا الله. وليش ما قلت له لأبو شهاب شو صار معك؟ مين قال لك ما قلت له؟ قلت له وانهز بدنه كثير لأبو شهاب. انهز بدنه قلت لي؟ إيه والله يا أم نبيل.
مو المهم ينهز بدنه، المهم يحل لك المشكله. رح تنحل ان شاء الله، وابو شهاب نصحني انتظر الاستاذ مروان برات الشركه، وبمجرد ما يطلع من باب المؤسسه رح اركض لعنده واعطيه الكرت. طيب وبركي المرافقه اللي حواليه ما خلوك تقرب عليه؟ هو بمجرد ما يعرف اني من طرف ابو شهاب رح ينادي لي دغري. ان شاء الله تزبط هالشغله يا رب. بيتهم هالمرافقة شو قليلين خير، يعني شو بيخسروا إذا خلوك تحكي مع الأستاذ؟ شايف أنت شايف؟ شو يعني رح ناكله بالأملاق؟ على كل حال أنا بس شوف الأستاذ مروان بدي أقول له على اللي صار بالتفصيل، وبدي خليه يعقبهم كلهم، لأن الأستاذ ما بيرضى بهالشيء أبداً، مو ممكن. هلأ المهم أنا كيف بدي أشوفه وأحكي معه؟ بصراحة يا أبو نبيل ما ضل قدامنا غير حل واحد. شو هو؟ رح أقول لك، الأستاذ بالعادة بيسهر بالفيلا مع رفقاته كل يوم خميس. فأنا من رأيي تحمل حالك وتروح على الفيلا دوز دغري وتقول له إنك أنت من طرف أبو شهاب. طيب ليش ما بتروح معي أنت؟ عندي ورشات يا أبو نبيل والشغل لفوق راسي. أي والله ما غيب لحظة واحدة لا تنخرب الدنيا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نعم يا أخي، مو وقت. مين حضرتك؟ أنا من طرف أبو شهاب. و أبو شهاب؟ اهلا وسهلا فيك. تفضل عمي، تفضل. شرف زيد. تفضله. شرف عمي، شرف. الله يخليك. تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تفضل عمي. تفضل. الله يسلمك. شرف. العفو منك. شرف حبيبي. شرف انت. الله يخليك. شرف. تسلم. تسلم. كباسه كباسه كباسه. يعني بنته اسمها كباسه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. الله. عفوا، حضرتك الأستاذ مروان العكيب؟ أنا آسف يا جماعة. طلع معك عكر. ما بعرف. عفوا. معلمنا اسمه مروان المعكر مو العكر. آسف آسف آسف. معلش معلش معلش. أهلا وسهلا فيك. احكي اللي بدك يا. الحقيقة أنا جاي من طرف أبو شهاب الحباب. هلا أبو شهاب صار حباب. الله يسمعنا الأغراض الطيبة. لك لحظة لحظة يا جماعة لحظة. شو اسمك أنت؟ سيدي أنا اسمي أبو نبيل. لا 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 لا، شو الاسم هذا؟ أنت لازم تغير اسمك. قال أبو نبيل. قال فعلا مروان بيك اسمه جد كتير. شو رأيك يا أبو نبيل نغير لك اسمك؟ مثل ما بتأمروا سيدنا. شو رأيكم نسميه أبو عشاء؟ أبو عشاء. لا لا لا، في اسم أحلى. شو رأيكم نسميه أبو سطل؟ حلو حلو، بس في أحلى. في أحلى. أبو بريس. اسمعوا يا شباب، شو رأيكم نسميه أبو نونو؟ أبو نونو نونو نونو, نونو. فعلا نونو. فعلا يا مروان بيك اسم حلو كتير، أبو نونو. إيه يا أبو نونو، هات من أولها. ليش تأخرت علينا؟ كان المفروض تكون هون قبل ساعة ونص على القليلة. سيدي عفوا، يلي صار اني كنت عند الدكنجي ابو اسماعيل عم اشتري كيلو لبنه، قام المنظوم باعني زياده عن التسعيره ب 15 ليره. انت اشتكيت عليه للتموين سيدي. هلا تاخرت علينا مشان 15 ليره؟ والله نحن بنسوى اكثر. وشو عمل له موظف التموين للدكنجي؟ عضه. والله يا جماعه انا قواصي راح اطم من كثر الضحك.
وانا راسي من ورا صاري وشعري. خذ يا ابو نونو اشراب وبالريان. العفو منك يا سيدي، الله يخليك، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يهمك، راح شربك عصير التفاح. تفضل يا حبيبي يا ابو نونو. الله يخليك. معقول يشرب عصير التفاح سخن؟ احط له ثلج. معلش ما لا 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 تسلم لي خلي لنا اياه. بس يا جماعة خلونا نقلبها جد. هات لنشوف شو أخبارك يا أبو نونو. ايه هات سمعنا لنشوف. سيدي أنا معمر بيت صغير بمنطقة مخالفات وفاتح دكاني منه على الشارع. قامت الحكومة الله يعزها روحت لي بيتي بالقص. القص الديناري ولا البسطوني؟ سيدي البيت نقص نصين بالضبط. والحكومة قصت لك البيت بالمقص ولا بالسكين؟ طمني، التواليت ضل معك ولا مع الحكومة؟ لا سيدي مع الحكومة، يعني راح بالتنظيم. وشلون عم تدبروا حالكم بلا تواليت؟ سيدي عمرنا واحد جديد محل الحمام. وين عم تتحمموا هلا؟ بأوضة القعدة سيدنا. يا جماعة هذا مقرع الموت. يا لطيف شو دمه خفيف ومعضوب، شو هاد؟ لا النهفة انه بيقول النكتة ووشه ناشف تمام جامد، لا بيضحك ولا بيعمل شيء، مو مثل هداك ابو كباس بيقول النكتة هو عم يضحك ويطقر ويطحن. لا والنكتة سيدنا انه صار البيت بلزق الاوتستراد، وكل ما مرقت شاحنة او براد بضاعة من جنبه برج البيت كله سوا. قال برج مثل الموبايل تبعي. رشاش. كمل كمل ابو نونو كمل. سيدي بعد ما راحت الدكان بالقص صفيت بلا شغل، وانا عندي كوم لحم بالبيت سيدي. لحم بعظمه ولا هبره؟ كمل كمل ابو نونو كمل. وانا يا سيدي عندي ولد معاق بالبيت عمره 14 سنه ولحد هلا العفو منكم يعني بيعملها تحته. الكبيره ولا الصغيره؟ تنتين سيدي. تنتين. حاجه رح يطلعوا خواصي من الضحك. ابو نونو حاجه كرمال الله حاجه. يا جماعه ما معقول النكت يلي بيحكيه أبو نونو أفضل بألف مرة من نكت أبو كباسي. شو جاب خشاب يا عمي؟ فعلا هذا تائنا أكتر. بس سيدي أنا ما عم نكت. شايفين يا جماعة كل حلو فيه إنه متواضع. شو كنت عم تحكي لك؟ سيدي أنا عم أحكي عن همومي. فظاعة يا جماعة، ليش صاير هموم الناس بالضحك؟ شو طلبك أنت؟ يا سيدي الله يخلي لي اياك، يخلي لك اولادك، يعني بدي تتكرموا وتدبروا لي وظيفه اكل منها خبز انا واولادي. ولا يهمك، مشكلتك محلوله. شو رايك تتوظف عندي هون بالفيلا؟ كتر خيرك يا سيدي، بس عفوا يعني شو بدي اشتغل هون مولانا؟ مثل ما عم تشتغل هلا، انت بتحكي ونحن بنضحك. برافو، جبت مروان بيك، برافو عليك، وراتبه علينا نحن ثلاثه. ايه ايه شو رأيك بقى يا أبو نونو؟ سيدي إذا بدكم تضحكوا عن جد انزلوا لعنا على الحارة، في ألف واحد مثلي بتشوفوا هموم الناس بعينكم سيدي، تضحكوا عن جد
وبدون ما تدفعوا قرش واحد. بلاش يا سيدنا، بلاش.